الوقت في هذا المكان، لأن الاجتهاد أخي كان له حدوده. الاجتهاد هو أشبه شيء بمعرفة الطرق العلمية التي يستدل بها لمعرفة الأحكام الشرعية أولا، ثم ممارستها عمليا من هذا العالم في حياته العلمية. اليوم هؤلاء المكتوب أن يتسرعوا من الكتاب الوراء لا تجد فيهم أولا رجلا قضى شطرا من حياته الطويلة المباركة في دراسة الكتاب والسنة وتطبيق تلك الوسائل التي دخلنا فيها على واقع حياة المسلمين. يعني هذا كأي علم يدرسه في الدارس دراسة نظرية، ماذا تتصور؟ هل يستطيع أن ينجح فورا إذا ما باشر التطبيق لهذه النظريات العلمية عمليا، ولا بده ممارسة لزمن طويل؟ ثم لا شك أنه قد يخطئ، قد إذا كان شيء مثلا قد يكسر قد إلى آخره. نحن نعرف هذا في حياتنا المهنية اللي حدثت عنها على سعادي ابن سعادي أبي رحمه الله، كان أحيانا هو عم يفك الشعر بين فك الناعم الدقيق يتزحلق الإنسان ويروح يكسر دولاب مع النور كمزمان، لكن ما تشان يكسر. لكن إذا كان أبي قطع مرة مرتين في حياته، لكن إذا درس هيك نظريات أول ما يمسك الفرد بيبدأ التكسير أفضل من يحسن بإيش التصنيع. هكذا علم الشريعة ومعرفة أدلة الشرعية إذا لم يمارسها طالب العلم أو العالم ممارسة عملية فهو لا يحسن الاجتهاد ولا يحسن التقوى، وستكون تقوى طبعا صدقني لي المرض. لهذا أنا في اعتقادي الآن كنت وجهت هذا السؤال، وأنا ما جمعت أفكار بدال الدرج الأول والثاني والثالث، لكن اللي بده يفتي الناس بده اتساع فراغ، اتساع كما يقال سيدي من الله على عبده، يجمع التفاوض في هذه المسألة ويفتي الله عز وجل حتى ما يفتي ويجوز أو لا يجوز إلا بعد إيش؟ التواضع الجهزي. ولذلك قال عليه السلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فهو أجران، فإن أخطأ فهو أجران. ما قال إذا حكم الحاكم فأصاب فهو أجران وإن أخطأ فهو أجران، لا، وضع شرط. إذا حكم الحاكم فاجتهد، شو معنى اجتهد؟ أي أفرغ جهده لمعرفة الصواب في المسألة التي هو في السبب المبادرة فيها في الجواب. ترى اللي ما حمل حياته كلها على التفكر في كتاب الله وعلى دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي يعد البيوت المؤلفة، هذا أول. ثم هو لا يستطيع أن يميز الصحيح من الحديث من الضعيف من الثاني، هذا ما يستطيع أن يميز. وإن أفتى وتورط في فتواه بعض الناس فإنما إثمه على نفسه من ناحية تقلت الحديث كثر حظ المؤمن، لو قلنا ابن كافر لو قلنا ابن مؤمن عبدا قال المؤمن مش عبدا بالتالي يقول بهذا اللفظ، لأن الحديث في روايته
كسر عبد الميت ككسر المحيط. الله كان كسر عبد المؤمن الميت. الميت هو الحمار.